طيب عايز اشتغل شوية بقى كود صح. تعال نعمل array. هنقول int of نسمي ايه، نسميها اسامي بسيطة، x equal new int of 5 تمام. وجيت هنا كمان مررت له القيم، فقلت 1, 2, 3, 4, 5. طيب ده الشكل اللي احنا اتفقنا عليه مؤخرا تمام، كان ده شكله. طيب انا عايز بقى اعمل شكل اوضح، يعني عايز املى الاري من خلال حاجة تانية غير اللي احنا بنعمله ده، عايز امرر قيم للاري وعايز اقرا اللي جوه الاري. طيب نيجي هنا نعمل زي تجربة كده. طبعا انا هنا كأني بالظبط قلت له اكس اوف 0 ايكوال 1، ورجعت تحتها قلت له اكس اوف 1 ايكوال 2 وهكذا، كأني بالظبط عملت كده. طيب بس اللي احنا بنعمله ده ما هو شكل احترافي شوية. طب انا عايز املى الاري بشكل بروفيشنال شوية، فهاجي هنا هعمل تهيش لدول ونشيل دول خالص، حط سيمي كولوم كده. انا عندي اري من 5 تمام. ممكن املى الاري دي بارقام، زي ان انا استخدم 4 واجي هنا اقول له 4 اي ايكوال 0، اي اقل من الاكس دوت اللينس. كلمة لينس هنا المقصود بيها المدى بتاعه، يعني هي فيها كام. طب افرض ان انا هنا كتبت 5 6 7 10 ما اعرفش، فانا بخلي الاري بتاعي الفور بتمر على عددها، فشلت بس الكاونت اللي انا هعد بيه وخليته اكس دوت اللينس. هنا هاجي اقول له ايه، اكس اوف الاي ايكوال اي بلس 1، معناه ان انا كده هملاه من القيم اللي هتجيلي تمام. يبقى انا كده استخدمت فور علشان اعمل بيها ايه، اجمع، عشان بس شكل الكود يبقى كويس. تمام ده الشكل بتاعي. عايز بقى اطلع القيم دي تطلع لي على مين، على الكونسول مثلا، فهاجي هنا واقول له 4 نفس الكلام، بس المرة دي اكس دوت اللينس. هاجي هنا واقول له كونسول دوت ريد لاين ل اكس اوف اي وهحط في الاخر كونسول او من غير كونسول دوت نران ب F5. فبدأ بالفعل، يبقى الاول دي ملات لي القيم 1 2 3 4 5، وبعدين دي اللي طبعت لي من 1 لحد كام؟ لحد 5. يبقى انا كده قدرت استخدم 4، يبقى ديت علشان اعمل لوبينج من خلال 4، وهنا علشان دي طبعا علشان اساين، وهنا تحت عملت لوبينج 4 read value، يبقى ديت علشان اقرا منها القيم تمام قوي. طيب ممكن استخدم حاجة تانية علشان اعمل بيها الفكرة بتاعت القراءة والكلام من ده. تقدر تعمل الحاجات ديت بحاجات كتيرة قوي. على سبيل المثال انا هوقف ده وتعالى نستخدمها بحاجة اسمها فور ايتش. فور ايتش بقى انا هشتغل بكوليكشن، فور ايتش تمام. كل اللي انا هعمله ان انا هشيل دي واحط اكس، وهاجي هنا اقول له برضو الكونسول دي ريد لاين، انا عايزك تقرا الايتم، وهو ده العناصر اللي جوه اكس. بس جوست ان انا بس هرن
برضك نفس الكلام من واحد لحد كام؟ خمسة. يبقى مع الري او الكوليكشن عامة اقدر اشتغل بفور ايتش، وبالتالي شكلها بيبقى بسيط، ما فيهاش الفكرة بتاع الكاونتر او العداد والشورت كونديشنز والحاجات دي كلها، انت بس بتشتغل بيها على طول. تمام، يبقى ده مثال على اساس ان انا اشتغلت تمام وعايز ان انا انفذه بيه. طيب في طريقة كمثال ان احنا نشتغل بحاجة ريال شوية، هنيجي بس اسحب السكوب ده ونعمل هاش او نعمل كومنت على كل الكلام ده ونقفله هنا. تمام،